دكتور هاينز، وحضرتك في قلب القارة العجوز أوروبا، أوروبا ما هي مصلحتها في إبرام هكذا اتفاق؟ أولا وبديهي بدءً أن الأوروبيين لابد أن يكونوا سعداء إذا حدث ذلك، لأن الأمر يعتبر إنسانيا في المقام الأول، ولأسباب إنسانية لابد من رجوع هؤلاء إلى أسرهم مرة أخرى. وعلى الجانب الآخر فإننا لابد أن يكون لدينا شيء لنتفاوض عليه مع إيران، ولذلك فإن الأمر لابد أن لا يكون مربكا لنا، لأن هذه الأموال تخص إيران وهي لا تتعلق بالعقوبات التي تم فرضها. هذا أمر وهذا أمر آخر، لأن هذه الأصول التي يتم الحديث عنها، التي سيتم الإفراج عنها، فهي تعتبر الأموال الإيرانية التي تخص إيران من عائدات النفط الخاصة بها. إن هذا لا يعتبر رفع للعقوبات بأي شكل من الأشكال، ولذلك فهذا ليس تخلي عن العقوبات التي فرضتها أوروبا، وهذه تعتبر أيضا اتفاقية داخلية واتفاقية ليست طويلة المدى، لأن هذه تتعلق بالإفراج عن العقوبات لفترة ولا تتعلق بالعقوبات، وكما قلت من قبل لا تتعلق بالأسباب إنسانية، ولذلك فهي تعتبر إيجابية على الجانب الثنائي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيران.